اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل لحضراتكم النهارده اكله جديده مختلفه شويه. احنا في جزيره الدهب في قلب القاهره، هنعمل سلطه سبانخ بالسمك او سمك بالسبانخ، بس هتبقى السبانخ نيه، وهعمل معاها فيش برجر او برجر السمك. نروح نشوف بيتعملوا ازاي ونشوف الطريقه، يلا بينا. اول طبق النهارده هيبقى حاجه بقى غريبه شويه، هنعمل سلطه سمك بالسبانخ. نقول على المكونات: سمك فيليه، سبانخ، زبده، بهارات، ثوم، جبنه بارميجان، كريمه حامضه، مايونيز. هسوي السمكه الاول وبعدين نعمل سلطه عاديه خالص. بس بقى الفكره في ايه، اللي هو حاجه جديده وغريبه، ان احنا هناكل السبانخ نيه. يعني دايما اعتقد ان بقى عندنا ثقافه في الاكل شويه زادت الفتره الاخيره دي، فبقت الناس عارفه ان الحاجه لما بتستوي على النار بتفقد جزء كبير قوي من القيمه الغذائيه بتاعتها. فلو انا عايز اخلي القيمه الغذائيه بتاعتها موجوده، هناكل السبانخ نيه زي ما هي. طاسه كده سخنه على النار، وهناخد السمك. نار هادية، حركهاش كتير، سيبها براحتها. خلي دي هنا كده هنحتاجها. وكده هبتدي هعمل الأول الدريسنج بتاع السلطة، وبعدين تكون السمكة استوت. الزبدة دي هخليها هنا علشان بعد ما السمكة تستوي هحط عليها شوية من الزبدة تبقى طعمها كويس. فهحتاج مضرب وبولة. هحط من الثوم يعني راجع لحضراتكم برضو بموضوع الثوم ده، انا هحط تقريبا معلقه صغيره. جبنه بارميجان مبشوره كده كفايه. طبعا افتكر بقى ما دام بنحط جبنه بارميجان، الجبنه بارميجان حادقه فما نزودش قوي. هاخد معلقه كريمه حامضه او ساور كريم. وطبعا وانا بعمل كده عينيا وداني وكل حاجه مركزه مع السمك علشان ما تلزقش. لزقت سنه عشان النار عاليه قوي. واحده واحده وطي النار بقى او اشيل الطاسه كده. الطاسه دي سخنه قوي فهتلزق. لو ابتدينا بزيت مش سخن مع السمك ده مش هيترمي، ده المقرمش ده حلو قوي. خليه هنا، نروح شايلين الطاسه من على النار. بيحصل ايه؟ هتهدى، ترجع نرجعها على النار تاني بعد ما نكون هديناها، فتبتدي المرحله بتاعه السوى واحده واحده تاني من غير ما نبقى قلقانين انها تلزق. الاولانيه دي لزقت، انا لحقتها، بس ممكن لو ما كنتش واخد بالي كانت هتلزق وكان هيبقى الموضوع بايخ قوي. هناخد شويه من البهارات. يبقى احنا كده خلصنا هنا ده. شوفوا كده حضراتكم لما شلت الطاسه من على النار الامور هديت وابتدى ايه السوى يرجع البروسيس او المراحل السوى تبتدي تمشي واحده واحده. هناخد معلقه برده مايونيز. شويه كويسين من زيت الزيتون. شويه كويسين يعني من 3 ل 4 معالق كمان شويه. ممكن احط سنه ملح، سنه فلفل، مش هحط ملح خالص. الجبنه هتبقى حادقه. خلي دي هنا ممكن نستعملها. ونبتدي ايه، ادي ده الدريسنج. طبعا مايونيز وساور كريم هتلاقوه شكله الاول ايه ده، هو ايه اللي حصل وعمل كده ليه، وجبنه بارميجان. بس خليه عندنا ايه شويه صبر كده لحد لما هيتجمع كله تاني مع بعضه. عايز بس اخلي كل حاجه تبقى تمتزج كده، يعني نصبر. في ساعات ناس تقول لا لا انا باظت مش هينفع، وابتدي الواحد يبانيك او يجيله يتخض ويخاف. لا لا، الموضوع بسيط قوي، كل حاجه رجعت زي ما هي كده تاني. نخليها بقى على جنب هنا كده ونشوف اخبار السمكه ايه. انا عارف انا بستعمل معالق كتير وكل حاجه بدوقها لوحدها، بس يفضل علشان ما ندخلش طعم حاجة على حاجة. الزبدة
دول 3 معالق كبار زبده. هسيب السمكه من غير ملح، لو حطيت ملح هناك حادق، فخليني دايما ملح قليل علشان نبقى ماشيين في اللي هو ممكن نلحق نصلحه، يعني نلحق نصلحه يعني نعرف نزود ملح لكن مش نعرف نشيل ملح. انا كده بقى بشيل الزبده دي تنزل في الفراغات اللي في حته السمك، لو لسه حته من جوه ما استويتش بتنزل لها الزبده سخنه تسويها. لو حسينا ان الزبده بدات تغمق وبدات تبقلل جامد وتغلي جامد نشيلها، نشيل من على الطاسه ونفضل واحده واحده كده. ممكن احط بهارات سمك، ممكن احط فلفل اسود دلوقتي، لكن انا هخلي كل حاجه مع الدريسنج. رجعها تاني. ممكن ناخد الطبق اللذيذ ده ادي بقى السبانخ النيه. طيب دلوقتي مش مقتنعين قوي بموضوع السبانخ النيه، ممكن ناخد شويه من السبانخ دول، ممكن نعمل كده ما عندناش مشكله خالص، هناخد شويه من السبانخ علشان نبقى ايه، هسويها جنب السمك بس هقطعها شويه، تاخدش وقت خالص، بتلاقوها في ثانيه صغرت خالص، يعني الحبه دول مش هيبقوا باينين في الطبق اصلا. كمان حبة يعني لو عايزين يبقى عندنا من ده ومن ده. في المرحلة دي هتحتاج شوية ملح، شوية صغيرين كده، جميل قوي. لو أكلنا ده بس كده ده دايت خطير، ده كده احنا بناكل أكل صحي وجميل قوي. هو هنا في الدسامة شوية طبعا من غير زبده، يعني نعمل كده بس ما نحطش زبده، كميه زبده انا حطيتها دي. نرفع الطاسه كده لفوق. بصوا ادي شويه السبانخ، على فكره السبانخ دي مش بلدي عشان كده تلاقوا ورقتها كبيره شويه وشكلها مزهزه شويه كده. بقى ايه، نرص. انا مستني السبانخ تستوي ومستني السمك يكمل اخر جزء السوا فيه. الورقه دي شكلها مش تمام. طبعا الناس اللي بتلعب رياضه او الناس اللي بتاكل اكل صحي هيقدروا قوي طبق السبانخ ده. انا بس بحط كده علشان شويه الهواء ما يطيروش السبانخ. عدلهم تاني. وبعدين هناخد حتة السمك الفيليه اللذيذة دي. تمام. راجع بقى لحضراتكم، عايزين تاخدوا الكمية الزبدة دي في الطبق ماشي. يعني انا مش بحب خالص ارمي حاجه، يعني بتضايق قوي لما اي حاجه تترمي، فانا مش هسيب الزبده دي كده احطها، بس برضو بفكر حضراتكم لو مش عايزين تبقى العمليه الزبده زياده قوي ممكن نسيبها. طبعا ده هينزل كده على السمكه. نفس المعلقه علشان احاول ما اعملش حاجه كتيره، يعني ما وسخش قصدي معالق كتير. نبتدي بقى نحط الدريسنج نقط نقط كده زي ما قلت لحضراتكم، نقدر نخليه صحي ونقدر نخليه زبده بقى وجبنه وساور كريم ومايونيز والكلام ده كله. عايز اخد معلقه واحده هنا. ادي كده
اول طبق سلطه سمك بالسبانخ. هطلع فاصل وارجع اعمل مع حضراتكم سمك برجر او برجر سمك. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا سلطه سمك بالسبانخ، هنعمل بقى برجر سمك بالسبانخ. نقول المكونات: سمك فيليه، كرنب احمر، جبنه شيدر، بودره ثوم وبودره بصل، كمون، بابريكا، شطه، كاتشب ومايونيز، والسبانخ والشيري توميتو، وعيش اللي هو البانز او العيش الكايزر بتاع البرجر. نبتدي الاول نجهز كل حاجه، بس اهم حاجه بقى نبقى عارفينها ان البرجر والكفته واي حاجه بتتضرب في الخلاط وبتتعمل على شكل محتاجه دايما ان هي تقعد في الفريزر شويه. ليه؟ علشان كل الناس تقول لي فكت مننا. طيب احنا لما بنحطها في الفريزر 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير بنبقى وصلنا لمرحله ان هي بتفرم، يعني بتمسك نفسها في بعض. فمعنى كده لما تحط على النار ما بتلحقش تفك، بتستوي قبل ما تفك، فعشان كده بتفضل شكلها زي ما هي. فانا طبعا لازم ابقى عامل نسخه منهم علشان اقدر احمرها قدام حضراتكم. هنحتاج خلاط او فود بروسيسور، دول علشان يتحطوا في الساندوتش مع الكاتشب والمايونيز، دول اخر حاجه للساندوتش. طبعا كمان لو الاولاد دلوقتي والمدارس هيبقى الموضوع بالنسبه لهم فيش برجر حاجه ظريفه قوي. بودره بصل، بودره ثوم، لو هنعمل الاكل ده للاولاد صغيرين بلاش شطه، يعني لو نقدر نسيبها على جنب. دي بابريكا اللي هي الفلفل الاحمر الرومي المدخن، كمون مش كتير، حاجه بسيطه علشان ما ياكلش طعم السمك. ممكن بقى لو عايزين نكبر الكميه ممكن نزود شويه بقسماط، ممكن نحط بيض، ممكن نزود ايه تاني، ممكن نزود بطاطس محمره مفرومه كويس، يعني مطحونه كويس لو عايزين نزود الكميه. لو عايزينها كده زي ما هي هتبقى على طول السمك والخلطه معاها. لو ما عندناش بقسماط ممكن نحط حته عيش هتعمل نفس الغرض اللي احنا عاوزينه. ناخد بقى ايه، نخلي دي هنا كده، انا بس هقطعهم صغير سنه علشان اساعد الخلاط او الفود بروسيسور ان هو يفرمهم اسرع. هتقولي طب حطيت بودره بصل وبصل ليه؟ البصل هيبقى فيه طعم قرمشه كده، وبودره البصل هتدي طعم البودره اللي موجود. احط معاهم كمان شويه، ايه دي اللي فيها السمك دي نظيفه، احط معاهم شويه من الجبنه. اغسل ايدي بس الاول. ممكن بالمعلقه كده ناخد شويه من الملح، ملح وفلفل وزيت على حسب بقى نوع الجبنه. يعني الجبنه دي شيدر حادقه شويه، لكن ممكن نحتاج معاها شويه كمان من الملح. خلي دي هنا. زيت، اي نوع زيت ينفع، نباتي، زيتون، عباد شمس، ايا كان. واحط نقطه ميه صغيره قوي علشان السمك يقدر يتحرك، يعني تقريبا معلقه صغيره. ده هيوصل هنا، هيوصل هنا. دلوقتي بقى واحنا بنعمل العجين ده لقيناها ثابت مننا، يا نزود حته سمك يا نزود بقسماط، يا ده يا ده، الاثنين ينفعوا. ده فيها سيفتي. لسه شويه كمان. في حته بصل مش عايزه تتعمل، بس كده كفايه. وانا عندي طبق هوري حضراتكم بس هنعمل البرجر شكلهم ازاي، بس انا مجهز. افتكر دايما نشيل دي على طول اول لما نخلص الخلاط علشان ما ننساش نحط ايدينا ونتعور. بالايد بقى كده. الموضوع سهل قوي، هنعمل كوره. لو انا عملتها دلوقتي احتمالات ان هي تفك في الطاسه هتبقى 90%، لكن لو حطيتها في الفريزر هيبقى احتمالات انها تفك تقريبا 5% او اقل. يعني
نعملهم بقى كلهم ونوديهم الفريزر. دي اللي ما كانتش عايزه تفرم. وبعدين مش لازم نعملهم برجر، ممكن نعملهم بقى كفته، ممكن نعملهم اصغر شويه زي الناجتس، زي ما نحب يعني. ايه دي؟ اعتقد دي مش هتكفي. هتكفي. بصوا حتى هتلاقوا شكلها متلككه عايزه تفك، لكن لو في الفريزر هتشوفوا بقى اللي طالعين من الفريزر شكلهم ماسك نفسه ازاي. لو عملنا كمية كبيرة دول خلاص هيروحوا الفريزر. فريزر او ممكن ساعة في التلاجة لو الفريزر زحمة ومفيش مكان نحط الطبق فيه. لو هنعمل كمية كبيرة نبقى نحط كياس، كيازي بتتباع بالكيلو، نحط الكيس كده ونحطهم في بعض. بص دول بقى هما طالعين من الفريزر شكلهم ماسك نفسه وجاهز يستوي. وهي دي الطاسة. يلا بينا. زيت زيتون، لا ده زيت يعني عادة الحاجات اللي بنحمر فيها تحتاج سخونية، دايما نخلينا في الزيت النباتي. طيب على ما ده يسخن نبتدي نقطع العيش. كلنا عندنا مساكين دي في البيت، اغلبنا من اللي بنجيبها مع الطقم اللي بيجي اللي هي الثريدد نايف دي اللي هي عاملة كده، دي بتبقى اسهل قوي في تقطيع العيش. اليوم كده متعلقة بس عشان ما يتحركوش. هما تلاتة سخن. تمام. دايما نحط الاكل في الحطاسة السخنة اللي قدام عشان ما يتجيبش الزيت علينا. نفتكر بقى ده سمك مش برجر، يعني مش لحمة، فده هيستوي في مفيش. لو عايزين نبعد عن الزيت خالص نحطهم في طاسة أو صينية وندخلهم الفرن. واحنا بقى كده نبتدي نعمل البرجر أو نظبط ال، هنحط واحدة كده 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 في مايونيز، الحاجات بقى بتاعت البرجر اللي احنا عايزينها يعني مايونيز، كاتشب، باربيكيو صوص، الحاجة الحرقة. هو بس اللي هيتغير النهاردة او اللي هنزوده هحط سبانخ وهحط كرنب الاحمر. ممكن حتى استعمل دي. عايز اشيل بس الحتة الناشفة دي. اتنين تلاتة. لا خلاص كده. واحدة فكت، أول واحدة اتحطت فكت، التانيين لسه. يلا ماشي. ادي واحد اتنين صغنونة تلاتة. اهي اقلبهم زي ما بقول لحضراتكم. سمك مش ما ياخدش وقت خالص، بنتكلم في دقيقة ونص دقيقتين كل ناحية. ولو عايزين نزود الكمية كمان، لو عندنا بطاطس مسلوقة مع الخلطة بتاع اللي حطيناها في الخلاط نحط شوية بطاطس مسلوقة كمان، هتعمل برضو كمية أكبر وهتعمل طعم كويس قوي. كده نقدر ناخد مايونيز، آسف، كاتشب. ممكن بقى عشان ده ما يطرش نحط واحده كده. وكل ده انا مستني السمك على النار او البرجر الفيش برجر على النار بيستوي. معلقه معلقه. طبعا الجبنه تتحط على البرجر لما يتحط علشان علشان تسيح. انا عايز اخلي السبانخ فوق البرجر. اخبار دي ايه؟
عشان الجبنه لما تحط كده. دي اللي خلصت. ايوه. وبعدين الجبنه طبعا الكميات بقى، يعني كميه الجبنه وكميه، ممكن نجيب الجبنه اللي هي السلايسز دي اسهل بكتير، بس بما ان دي موجوده هنستعملها. ايه دي واحده ايه جبنه. فاضل دول، امسك ناخد بقى البرجر كده علشان كبار شويه دول. برضو يعني لما نعمل شوية أشكال كده يبقى الموضوع ظريف. تمام. دول السكيورز بتوع الشيش طاووق بتوع اللي بتحطوا على الشواية. ناخد واحدة كده. كده احنا قافلين عليها مش هتروح في حتة. دوسه كده بتروح مثبتاها، مثبتها البرجر كله في بعضه. اخر واحده ادي كده. عايزين نجرب نقطع واحده مثلا بالنص كده نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. ممكن نعمل دي. برضه بالسكينه دي علشان بتبقى اسهل. كده هنحتاج واحده كمان من دول. واحده تشيري توميتو. نحط دول كده. انا هاخد دي. يبقى كده عملت النهارده سمك فيليه بالسبانخ او سلطه سمك فيليه بالسبانخ، وعملت فيش برجر. الف هنا وشوف، اشوفكم في حلقه جديده. باي باي.